السلام عليكم، هتكلم معاكم في الفيديو ده من فيديوهات الكمبيوتر ساينس على ازاي بنكونفيرت او ازاي بنحول الكالرز الباينري. عرفنا كلنا قبل كده ان الكمبيوتر بيفهم باينري بس، بيفهم زيروز وونز، واحنا محتاجين ان احنا نعرف. كنا عرفنا قبل كده ازاي التكست الليترز والنمبرز بتتحول تبقى باينري، ودلوقتي محتاجين نعرف ازاي الايمجز بتتحول تبقى باينري. في البداية لازم نعرف او نبص الاول على ويب سايت من الويب سايتس بتاعه الكالر بيكر. كالر بيكر يعني ايه؟ لو انا كتبت هنا image color picker، ماشي، نروح على الويب سايت ده. ده ويب سايت بقدر من خلاله ان انا اعرف الهكسا ديسيمال فاليو او الار جي بي بتاع كل بيكسل في الصوره. كل بيكسل يعني ايه؟ اي صوره في الدنيا، اي image مكونة من حاجة اسمها بيكسلز، وكلمة بيكسلز أو بيكسل stands for picture element، يعني الصورة دي كده عبارة عن بيكسل. لو أنا رحت على أي part من الصورة أو على أي جزء من الصورة وعملت كليك، هتطلع لي value هنا بالهكساديسمال نمبر، أو هتطلع لي بالهكساديسمال نمبر سيستم يعني. يعني لو رحت على البارت ده مثلا وعملت كليك كده، هتلاقي ال value دي بتتغير. ثواني بس تعمل لودينج. تمام اهو، لو رحت عملت كليك على اي حاجه كده، بصوا على اي بارت من الصوره، السكويرز الصغيره دي او المربعات الصغيره دي، كل مربع فيهم اسمه بيكسل. وحتى احنا ما بنيجي نحسب الريزولوشن بتاع الصوره، بيبقى النمبر اوف بيكسلز اللي هنا اللي في الويدث تايمز النمبر اوف بيكسلز اللي في الهايت، فبالتالي نقدر نحسب الريزولوشن بتاع او درجه وضوح الصوره. فلو وقفت على اي بارت كده وعملت كليك، هيجيب لي الهكسا ديسيمال نمبر بتاع البارت ده. اوكي، طيب انا كده عرفت ان الصوره دي فيها بيكسلز، وكل بيكسل عنده هكسا ديسيمال اللي هو شكله عامل كده. طب الهكسا ديسيمال ده الكمبيوتر هيفهمه؟ لا، الكمبيوتر بيفهم باينري، فاحنا محتاجين نعرف هاو تو كونفرت الهكسا ديسيمال نمبر ده لباينري. عشان نعمل كده محتاجين، يبقى احنا كده شفنا الكالر بيكر، بقدر اعرف منه. يمكن على فكره انك تو ابلود اي صوره عندك، اوكي، تعمل لها ابلود هنا وتبدا تشوف البيكسلز اللي فيها وتجيب الهكسا ديسمال فاليوز بتاعت كل، او الهكسا ديسمال فاليو بتاعت كل هكسا بتاعت كل بيكسل. كده احنا عرفنا الهكسا ديسمال فاليو بتاعت بيكسل معين. محتاجين بقى ان احنا نروح نكونفرت تو باينري. قبل ما نعمل الكونفرجن ده، محتاجين نبص الاول على الهكسا ديسيمال نمبر سيستم شكله عامل ازاي. اي نمبر سيستم بيبقى فيه جروب اوف نمبرز، شبه الباينري بيبقى فيه زيروز وونز، الديسيمال بيبقى فيه من 0 ل 9. الهكسا ديسيمال نمبر سيستم بيبقى فيه من 0 ل F. مين F؟ الهكسا ديسيمال نمبر سيستم عنده نمبرز من 0 ل F، من 0 لحد 9، وبعد كده بدل 10 بقول A 11B C12 D13 و E14 and F. يبقى الهكسا ديسمال نمبر سيستم عنده نمبرز from 0 to F. ليه محتاج اعرف ده؟ عشان لو احنا بصينا على الفاليو هنا، القيمه بتاعت البيكسل، هنلاقي فيها حروف، هنلاقي فيها مثلا C، هنلاقي فيها E، هنلاقي فيها D، فنبقى عارفين الD دي معناها ايه او الC معناها ايه وهكذا. طيب كده احنا عرفنا الهكسا ديسمال نمبر سيستم. تعالوا بقى ناخد اي اكزامبل كده. Let us say مثلا ان انا عندي الهكسا ديسمال بالمنظر ده، ده الهكسا ديسمال نمبر. جبته منين؟ جبته من هنا، من الكالر بيكر اللي موجود هنا. اوكي، رحت على اي بيكسل عملت كليك وجالي الفاليو دي، وانا محتاج اكونفرت الفاليو دي اللي فوق دي، اوكي، ده الهكسا ديسمال نمبر، اكونفرت تو باينري. طيب عشان اكونفرت الاف لباينري، لازم اعرف ان الاف الاول ب 15 والاي ب 14 وال9 زي ما هي والبي 11 والاي 10، وابدا بقى كونفرت دول بقوا نمبرز خلاص اهم، اكونفرت تو باينري. عشان اعمل كده لازم الاول استخدم التمبلت اللي هي 1248. فاكرين لما كنا بنعمل كونفرجن من ديسيمال لباينري، كنا بنستخدم 1248 16 32 64 128. هنا بستخدم 1248 لكل نمبر موجود عندي. اوكي، طيب ال 10 عشان اخد نمبرز من هنا، الاديشن بتاعهم يكون 10 او جمعهم يكون 10، فانا هاخد ال 8
مش هاخد الفور بحط زيرو، وهاخد التو مش هاخد الوان. تمام. الإليفن هاخد الإيت ومش هاخد الفور، هاخد التو هاخد الوان، عشان في الآخر الوان والتو بلس إيت يدوني إليفن. الناين هاخد الإيت ومش هاخد لا الفور ولا التو بس هاخد الوان. الفورتين هاخد الإيت والفور والتو، كده بقى عندي 14 مش هاخد الزيرو مش هاخد الوان سوري. الفيفتين هاخد الإيت والفور، كده بقى 12 و14 وكده بقى 15، ونفس الكلام هاخدهم هنا كلهم. النمبر اللي طلع لي في الاخر ده بقى هو الباينري فاليو بتاعت الهكسا ديسمال نمبر اللي فوق ده، بتاعت الكالر اللي كان موجود في الكالر بيكر في الصورة دي. ميك سنس كده؟ الناس فاهمة؟ يبقى احنا كده الموضوع بيبدأ ان انا عندي ايمج، الايمج فيها بيكسلز، كل بيكسل عنده هكسا ديسمال فاليو، باخد الهكسا ديسمال فاليو من هنا وبكونفرت بحطها هنا طبعا، ولو فيها ليترز بشوف الليترز ايه هي النمبرز بتاعتها، وبعد كده كونفرت النمبرز دي بالتمبلت ده للباينري، يبقى اللي قدامي ده هو الباينري. تمام. شكرا، واشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله. ولو في اي حاجه بس نعمل كومنت، نسال لو في اي سؤال او اي حد عنده تعليق على الفيديو يعمل لي بس يكتب لي في كومنت، وان شاء الله to be considered في الفيديوز الجايه. شكرا، سلام عليكم.